استمتعوا بأروع الأجواء الاحتفالية واستقبلوا العام الجديد 2023 من وسط مدينة دبي، لنكتشف سوياً تفاصيل إدارة حركة المرور لاحتفالات رأس السنة 2023 في منطقة برج خليفة، لضمان سلامتكم ولسهولة تنقلكم خلال الاحتفالات بالعام الجديد. اطلعوا على الخطة المرورية المنظمة في محيط منطقة برج خليفة. جميع الطرق المؤدية إلى برج خليفة ستكون مغلقة مساء 31 من ديسمبر 2022، وذلك وفقاً للجدول الزمني التالي، لذا يرجى الانطلاق باكراً لتصل إلى وجهتك قبل بدء الإغلاقات. ابتداءً من الرابعة مساءً سيغلق كل من شارع الأصايل باتجاه منطقة برج خليفة، بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، وشارع برج خليفة، وشارع المركز المالي السفلي، وشارع المستقبل بين تقاطع شارع الخليج التجاري الأول وشارع المركز التجاري تدريجياً. ابتداءً من الساعة 8 مساءً سيغلق شارع الصكوك، وابتداءً من الساعة 9 مساءً سيغلق شارع المركز المالي العلوي. كما سيتم إغلاق محطة مترو برج خليفة دبي مول اعتباراً من الساعة 5 مساءً أو في حال تخطي الأعداد الطاقة الاستيعابية للمحطة، لذا نرجو منكم استخدام أقرب محطة مترو للوصول إلى موقع الاحتفالات. لا تنسى تفقد رصيد نول قبل الانطلاق، 15 درهم هو الحد الأدنى لرحلتي الذهاب والعودة. ستغلق مصاعد القناة المائية وجسور المشاة في منطقة جميرة والصفا والخليج التجاري. كما ننصحكم باستخدام محطات المترو التي تتوفر فيها المواقف، ومنها محطات سنتر بوينت واتصالات وجبل علي وعقارات جميرة للغولف. ولتسهيل تنقلاتكم نعلمكم بأن الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي سيعملان من يوم السبت 31 ديسمبر من الساعة 5 صباحاً إلى الساعة 12 صباحاً الاثنين الثاني من يناير. أما ترام دبي فسيعمل من يوم السبت من الساعة 6 صباحاً حتى الاثنين الساعة 1 صباحاً. وإذا كنت تفضل القدوم بمركبتك سيتم توفير مواقف بديلة، ومنها مواقف نادي الوصل ومواقف الجافلية، مواقف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، حيث ستنقلك حافلات الهيئة إلى موقع فعالية الاحتفال عند وصولك ابتداء من الساعة 3 مساء، أو يمكنك القدوم باكرا وركنها في منطقة إعمار، حيث يوجد 20,284 موقفا للمركبات في دبي مول ومواقف زعبيل دبي مول وفاونتين فيو والمواقف أسفل البوليفارد. تجدر الإشارة إلى أنه يمنع ركن المركبات على كل من شارع الخيل وشارع الشيخ زايد بالاتجاهين. في موقع الحدث ستتوفر فقط خدمة الحافلات لضمان مغادرة منطقة برج خليفة بسهولة تامة ومباشرة بعد انتهاء الاحتفالات. وأيضاً سيتم تشغيل حافلات عامة لتوصيل الجمهور إلى محطات المترو ومواقف مركبات الأجرة والمواقف البديلة للمركبات الخاصة بعد انتهاء الحدث. مركبات الأجرة بعد انتهاء الفعالية تم تحديد موقعين لوقوف مركبات الأجرة يمكن استخدامهما للوصول إلى وجهتكم، ويتم نقلكم إليهما من خلال حافلات الهيئة، مواقف نادي الوصل ومواقف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. استمتعوا بمشاهدة عروض الألعاب النارية. كل عام وأنتم بخير.